إكسبريس FM الأخبار. أهلا بكم إلى هذا الموعد الخبرية. رئيس بنك غرب أفريقيا للتنمية يؤكد خلال لقائه اليوم رئيسة الحكومة نجلة بودنا أن إصلاح الحكومة تتماشى مع توجهات البنك، خاصة في مجال التنمية، وأن البنك مستعد للمساندة وتوضيح الرؤى والبرامج والمخططات التي تعمل الحكومة على إرسائها لدى البنوك والمؤسسات المالية العالمية. الدبلوماسي الأسبق عبد الله العبيدي يؤكد خلال تدخله في برنامج الإكسبريس أنه كان من الأفضل لتونس والمغرب لو وقع التنسيق المسبق بخصوص ردة الفعل لتجنب الخلافات بين البلدين، مؤكدا أن العنف والتشنج المغرب ناجم عن الخوف مما قد يحصل في قادم الأيام وفق تعبيره. رد الفعل المفروض انه كان يكون فيه تنسيق بيننا وبين المغرب قبل هذا، هذا ما وقعش، هذا خلل على مستوى دبلوماسيتنا من ناحيه ثانيه نحب نفسر التشنج وعنف رد الفعل الاشقاء المغاربه هي تحسبا لما عسى ان يكون موقف تونس في قادم الايام بخصوص هذا الملف. قلت لك بالك هذه كما يقولوا هذه البدايه ومازال. رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي ينفي وجود نقص في المواد الأساسية، لافتا إلى وجود صعوبات في تزويد بعض المناطق نظرا لحصول اضطراب في السوق. بالنسبة للمواد الأساسية ما ثماش فقد المواد الأساسية، ثم اضطراب في توزيع بعض المواد، السكر نلقاوه، أما ثم اضطراب في التوزيع، معناتها إجماليا ما نلقاوش مادة مفقودة تماما في السوق، اللي موجود كونه ثم صعوبات في تزويد بعض المناطق، وهنا نظرا لعدة اعتبارات، المزود اللي ناخذه من عنده، اضطراب في السوق، هذا ما ثماش مواد اللي ما مفقودة تماما في السوق، تبدو هنا وزارة التجارة قاعدة تشوف في آليات اللي باش كيفاش تعمل توازن بين الجهات باش يبدا معناتها ثم توزيع متزامن معناتها مع كل الجهات. مثلا في تونس العاصمه نعطيك السكر الموجود في المساحات التجاريه الكبرى الكل موجود فيها بكميات محترمه، اما تلقى في سوايع موجوده وسوايع لا. ودعا الرياحي المواطنين الى تشجيع الاستهلاك وتجنب اللهفه التي ساهمت في فقدان المواد الاساسيه، معتبرا ان تخزين بعض المواد عزز نقص العديد منها. المستهلك لازم يرشد استهلاكه، مش تورنات يتعدى ياخذ زوز كذا استهلاك. اللهفه هذه لازم نقاوموها كما قلت، تم اضطراب في التوزيد لكن تغذيت باللهفه اللي الخوف على العباد اللي يقول لك معناتها السكر تقطع. الناس لازم نرشدوا الاستهلاك نتاعنا باش يبدا ثم توازن بين الجهات، اللي ياخذ سته راهو قاعد ينحي في باي خمسه سته عائلات اخرين وهكذا دوليا. ثم اضطراب ظرفي يتعدى اليوم ما لقيتش غدوه تلقى، فهمتني؟ ما ثماش هيك الانقطاع اللي يخاف المستهلك من ماده معينه مهما كانت الماده اللي مش موجوده وتقصت ومش موجود، تم اضطراب جزئي يتعالج بين نهار واخر. في اخبار العالم، حيث قال النائب الاول لرئيس الوزراء الروسي اليوم ان اقتصاد روسيا سينكمش باقل من 3% هذا العام، بينما تساعد قوه سوق العمل في التخفيف من تداعيات ازمه اوكرانيا على الاقتصاد الروسي. وختاما نفاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بأنه من دون حل قضايا ضمانات الحديث عن الاتفاق فهو بلا جدوى، ويأتي هذا التصريح بينما تدرس طهران الرد الأمريكي على مقترحاتها بشأن المسودة النهائية التي قدمها الاتحاد الأوروبي بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي. إلى هنا نصل إلى نهاية الموجز، قدمت لكم نوع مغربي، إلى اللقاء.